قضيناها من ثم ونات احنا من هنا. ايه 13 ساعة على ما توصل لعمان، ومن عمان تنتظر الطيارة ما تروح تقعد بقهوة لو تنام على الرصيف، لو تنتظر المطار 8 ساعات 9 ساعات. صح. على ما تاخذك الطيارة مثلا عندك لعبة مثلا بالكويت او ايه. عندك لعبة بالبحرين، هي من بغداد للكويت ساعة، احنا نقضيها بيومين يلا نوصل. فكان ظروفنا صعبة، وتعرف ذاك الوقت كان مطلوب من عندنا الفوز بكل شيء. بكل شيء كان مطلوب. كل شيء كان مطلوب، يعني الشعب يريد من عندك فوز، يعني الشعب، لأن الشعب من ذلك الوقت يتنفس كرة قدم. يعني أنت نوبات نيجي فائزين تجي 250,000 مستقبل بملعب الشعب. يعني مش ما تقدر تطلع بالشارع، ما تقدر تمشي بالشارع. ومن تخسر نفس المشكلة. إذا تخسر نظلت نختل بالبيت أسبوع. لا والله نخاف، مو خاف، نستحي من العالم. تستحون؟ نستحي من العالم، يعني نستحي من العالم ليش خسرنا. إيه. بس خل وقف عند هاي النقطة، تستحون من العالم لأن أنتوا خسرتوا. إيه. زين هسا اللاعب مالتنا إذا خسر عادي يطلع يروح يطلع يتمشي. يضحك يتمشي. إيه. ولا ليه نحن العالم تحترمنا وإحنا نحترم العالم. الدنيا كانت مختلفة. يعني أنت سيطلع يسهر كابتن. يعني أنت أول سيطلع يسهر. يعني أنت وهذا الموضوع مو فقط بالمنتخب، حتى بالنادي. من تخسر أنت ما تطلع. إيه تربية، تربية تعلمنا عليها. يعني التربية تعلمنا عليها. أنت شلون يعني تظل مقهور بداخلك، شلون تخذل صديقك، وشلون تخذل ابن منطقتك، وهذا اللي يشجعك. وهاي فكنا نفكر، يعني نفكر بالمباراة أكثر من المباراة. لا يقول لك على نلعب على خوف، وإحنا كنا ما نخاف. يعني كانوا يقولون مثلاً على الخوف يلعبون، يهددوكم صح، بس إحنا كنا ما نخاف. إحنا كنا نخاف بس من الناس. مستحان بس يعني مستحن. بس يباعون علينا، هم مرة ما يحكي عليك. أنتوا تستحون. بس كنا نخاف من عندهم، نخجل من عندهم، ما نطلع رأسنا من الباب. والله إذا نخسر نظل يومين نخاف نطلع، لأنهم بالفوز تلقى العالم مهتمين بيك. وما تروح مقدرين، تروح تفوت على وزير، تفوت على أي شخص عادي، تفوت على بيت الدقباب، تروح لك مزرعة، وما تروح مسرح، تروح سينما، ما حد يأخذ من عندك. يعني تركب سيارة ما حد يأخذ من عندك، بس يعني والعالم اذا تخسر لا يقول لك ادفع. بس اذا تخسر ما تطلع. صح. ما تطلع. طيب خروح انا وياك فاصل.